آخر سؤال، أنا مديون حاطط بيا الديون والناس مش صبر عليا ومش لاقي قرض حسن، والحل الوحيد القرض الربوي من البنك. أقول له يا رعاك الله، الربا من الكبائر التي ورد تحريمها نصا في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك في الزجر عن الربا هذه الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر خرجه الإمام مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، فلا يصار إلى الإقراض بالربا إلا تحت وطأة الضرورات الملجئة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن كنت حقا قد تقطعت بك الأسباب وغلقت دونك الأبواب وسدت كل منافذ القرض الحسن وأحاط بك الدائنون ولم ينظروك إلى ميسرة غفر الله لهم، فأرجو أن تكون لك رخصة فيما ذكرت على أن تقدر الضرورة بقدرها، والمرء أمين على دينه. وأسأل الله أن يجعلك من ضيقك فرجا، ومن عسرك يسرا، ومن كربك نجاة ومخرجا. اللهم أمين.